السلام عليكم. ايام قليله عبد الفتاح السيسي وملك الاردن التقوا محمد بن زايد وكان في حديث دار ما بينهم. الحديث ده مهم جدا له علاقه باللي بيحصل في ارضنا العربيه المحترمه. عايز اقول لحضراتكم ان النهارده اقرب كاتب وباحث وصحفي مقرب من محمد بن سلمان قال لك مصر مع عبد الفتاح السيسي وصلت الى الحضيض. والامريكي سابق النهارده بيتكلم عن ان مصر الشعب المصري بيعيش ازمه غذاء غير مسبوقه في ظل وقت عبد الفتاح السيسي يجني مئات المليارات في خزينته الخاصة. وضع غريب بتعيشه مصر مع عبد الفتاح السيسي. لكن خلينا نبدأ من الجزئية اللي اتكلمت عنها صحيفة هارتس الإسرائيلية عن قصة السيسي وملك الأردن لما قابلوا محمد بن زايد قالوا له إيه وإيه الرسالة اللي طلبوها يوصلها نتنياهو. دي البداية. من أيام قليلة زي ما قلت لحضراتكم ملك الأردن والسيسي ومحمد بن زايد كان في اجتماع كده مغلق وما كانش حد عارف إيه الاجتماع ده، ولا في واحد من 105 مليون يعرف الاجتماع ده كان فيه إيه، ولا في واحد من الشعب الأردني يعرف الاجتماع ده كان مغزاه إيه، ولا واحد من الشعب الإماراتي. إحنا شعوب مش موجود. لكن صحيفة هارتس الإسرائيلية طلعت واتكلمت إن اللقاء ده ملك الأردن وعبد الفتاح السيسي طلبوا من محمد بن زايد أن يكون وسيطا لهم عند نتنياهو، يترجى لهم نتنياهو إن نتنياهو وحكومته اليمينية اللي موجود فيها بن غفير اللي هو كل شوية يعملوا الاقتحامات للأقصى، طلبوا منه قالوا له لو سمحت حاول تهدي الأمور شوية وما تعملوش أي حركة تؤدي إلى يعني إحداث بلبلخ للأراضي المحتلة يترتب عليه. طبعا هم ما قالوش المحتلة، قالوا داخل أراضيك كإسرائيل، يعني داخل الأراضي المحتلة يترتب عليها مواجهات ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين، يترتب عليها إيه؟ دخول غزة على المنوال، ومن ثم الدول العربية الشعوب العربية. خاصة إحنا مش عايزين الشعب المصري نلاقي نديله مبرر لنزول الشارع، بالإضافة لأنك أنت عارف الأردن وشعب الأردني، الشعب الأردني لما بيحصل حاجة في الأراضي العربية المحتلة بينزل أمام السفارة الإسرائيلية. فهم مش عايزين مبرر إن الشعب ينزل في الشارع في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة. طيب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة دي لو الناس نزلت من باب إن هي مش عارف إيه الاحتلال، لو الناس نزلت ومسكت الشارع السيسي مش هيعرف يرجعهم تاني، ولا ملك الأردن هيعرف يرجعهم تاني، لأن الناس بتعاني من وضع اقتصادي مش طبيعي. ده يودينا لجزئية اللي قاله المحلل أو المسؤول الأمريكي. مسؤول أمريكي طلع نصا قال إن عبد الفتاح السيسي حصل على مليارات الدولارات من الخليج ومن غيره من الدول اللي أخدها. هذه المليارات ضخت في خزائن عبد الفتاح السيسي الخاصة، هذه المليارات ضخت في الخزائن الخاصة لعبد الفتاح السيسي، ولم يجني الشعب المصري منها أي شيء غير إن السيسي بعد منها أخذ بعض القروض من دول أخرى اللي هو الشعب مديون بها الآن، بالإضافة إلى الديون اللي كان موجودة من الودائع الخليجية وغيره. قال لك القروض اللي السيسي أخذها في فترات من 2016 حتى الآن دي اللي بدأ يعمل بها بعض المشروعات، إلا إن بعض المشروعات اللي ده الباحث الأمريكي اللي بيتكلم، إلا إن بعض المشروعات اللي عملها السيسي لم تكن ذات نفع، بل أدت إلى تورط الشعب المصري في كمية من الديون غير المسبوق. الباحث الأمريكي كمان اتكلم وقال إن عبد الفتاح السيسي ملا جيبه وملا خزينته الخاصة من الأموال اللي اقترضها ومن الودائع اللي أخدها، بينما الشعب المصري لأنه أنين ومستضعفين بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار في كل حاجة. الباحث الامريكي اتكلم ايضا او السياسي الامريكي اتكلم ايضا وقال من رابع وعاشر وسابع المستحيلات اللي الشعب المصري يجد على مائده الطعام اي من انواع المواد الغذائيه اللي فيها بروتين. والحقيقه كلام الباحث الامريكي ده او السياسي الامريكي يودينا لحاجه ثانيه. ايه هي؟ كلام السياسي الكويتي والمعارض الكويتي اللي خرج واتكلم عن عبد الفتاح السيسي بالفيديو اللي هتشوفوه بعد شويه، وقال لك ان عبد الفتاح السيسي اخذ فلوسنا وما لم ينفع بها الشعب المصري، وان الشعب المصري احنا خلاص عايزين نوقف القروض او الديون او نوقف ان ندي الشعب المصري حاجه تاني او ندي عبد الفتاح السيسي حاجه تاني، احنا عايزين فلوسنا اللي في مصر. الكويت يا جماعه كل السياسيين فيها واعضاء البرلمان الكويتي بيطالبوا احنا عايزين فلوسنا اللي السيسي خدها مننا. فاكر انت الاغنيه بتاعت حماده هلال انا لا مصطول ولا بتطوح يا عيله مش عارف ايه هاتوا الفلوس اللي عليكم؟ الكويت هيقولوها بعد شويه. السفيره الامريكيه في مصر تقول تملك الحكومة المصرية سيولة قدرها 92 مليار دولار ببنوك أجنبية، وهي منح من الكويت والسعودية والإمارات متراكمة من سنين طويلة، ولكن لا تستطيع أن تستعين فيها لسد النقص عندها. شنو السبب؟ تم إيداعها تحت مسميات من أفراد شرطة وجيش ومتنفذين في الدولة العميقة في مصر. هل هذه الدولة تستحق المساعدة ونترك المواطن؟ ده كان المحلل الكويتي. نيجي بقى للخبر الأخير وهو الصحفي والكاتب المقرب من محمد بن سلمان تركي الحمد.
تركي الحمد، فاكرين انتوا من فتره لما عماد اديب نزل مقال وقال في المقال ده احنا عايزين 20 مليار والا في مجموعه من المصريين مش عارف ايه هيبقى موجات مش عارف ايه تروح لدول الخليج علشان من المفيش والوضع الغلاء والمش عارف ايه، يعني احنا كمصريين هنفر هنجري على الدول دي كلها الحقونا عايزين ناكل والكلام ده كله كمصريين يعني. طب شوف انت قد ايه ما يهمش كرامه المصري ولا اي حاجه، المهم عايزين الفلوس. هو بيحاول ايه يهزهم بفكره خد بالك لو ما ادتناش فلوس المصريين هيجي عليكم عايزين ياكلوا، انت واخد بالك؟ شفت قد ايه ولا يفرق مع عماد اديب ولا عمرو اديب ولا كل الاراضيش دي كلهم كرامه المواطن المصري ولا يفرق معاهم الكلام ده كله. المهم ان تركي الحمد ده بقى الكاتب الاول المقرب من محمد بن سلمان طلع وقال في تغريده نصا دولة كمصر كان عليها أن تفعل ما فعلته إيران وتركيا وتعتمد على نفسها بدلا من نظام العالة وجمع الأموال والقروض وبالبلد كده وإنك بتمد إيدك تاخد اديني حاجة لله. ده كان تركي الحمد. النهاردة تركي الحمد بيتكلم وبيقول إن مصر وصلت للحضيض من سنة 52. إيه ده؟ من سنة 52؟ من سنة الحكم العسكري. ده تركي الحمد الكاتب المقرب من محمد بن سلمان. مصر وصلت مع الحكم العسكري من سنة 52 إلى الحضيض، وعبد الفتاح السيسي جاب ضف، وبعدين ما بقتش خالص، مصر كانت تقدر تكون زي الدول العربية دلوقتي المتقدمة، إحنا كمصر اللي عندنا والله لا يعني أنا لا أنتقص من أحد، إحنا عندنا غطيان بلعات في شارع المعز أقدم من أي من دول، في دول كده إحنا غطى البلاعة أقدم منها، بدون ما أذكر الدول دي يا جماعة. لكن لك ان تتخيل لما يطلع تركي الحمد المقرب من محمد بن سلمان ويقول لك ان النموذج العسكري اللي جاء بيه عبد الناصر يقصد السبعين سنه 75 سنه حكم عسكري حتى الان، هو بيقول لك ايه اللي بيحصل في مصر الان؟ النموذج العسكري من سنه 52 ومصر في حاله من الحضيض من يوم بعد يوم يوم بعد يوم، وده يوريك قد ايه. على فكره انا متفق معاه في ان الحكم العسكري ما ينفعش يمسك مراجيح مولد النبي، ما فيش عسكري يمسك مراجيح مولد النبي وينجح، دول دماغاتهم مبرمجة على حاضر نعم تمام يا فندم، حتى في الباطل حاضر نعم تمام يا فندم. اذا وضع غير طبيعي بتعيشه مصر وبيعيشه الشعب المصري، زي ما وريت حضرتك من بداية الفيديو الجميع الان لا يتحدث في العالم الا عن مصر. صحيفة الايكونومست الاشهر صحيفة اقتصادية اتكلمت عن ان الوضع في مصر يا جماعة اللي هيحصل في مصر اللي في لبنان ده كان هزار، شوف لبنان واللي حصل لها، قال لك اللي في لبنان ده كان هزار، مصر اللي الوضع الاقتصادي فيها بيزداد كل يوم سوءا بسبب إدارة عبد الفتاح السيسي وتوغل الجيش في الحياة الاقتصادية. صحيفة الايكونومست قالت يا جماعة الشعب المصري بيقن، الوضع في مصر ينذر بأن لازم يكون هناك تدخلات لكبح جماح الجيش في التدخل في الحياة الاقتصادية ولإيقاف عبد الفتاح السيسي عند نقطة معينة، لأن كلما استمر عبد الفتاح السيسي كلما كان نزول الشارع للشعب هيكون أشد أكتر وأكتر. ده كلام صحيفة الإيكونومست وده كلام سياسي أمريكي، وأرجوكم ابحثوا من بعد مني، وده كلام تركي الحمد المقرب بن سلمان وكلام السياسي الكويتي. مصر بتروح في حتة أبعد من لبنان وسريلانكا. سلام عليكم.